بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، وحن إن شاء الله جل وعلا أن كهل دون مانتا تربية الأولاد في الإسلام. إن قفك عيالك أدلي وكو تربية محوها وافق سن دين تسلامك عيالك أما ذرية دا ووحا آد قال لي وآهو إلهي سبحانه جل وعلا وسيودتك وحكا قال سيهين وحكا استوى دونك عن هسنو ساس درتاد أي وحا مهمة مسؤولية دا آد كؤوين أمام الله سبحانه وتعالى إيا الدنيا دا مركا كنو لنهاي قفكو مسلم كإنو أرنكاس فهمو وهاليلو عيال الدون أيا بفور إنتانا حقها عيال أنا دالين وإنا كبرى ركسنتهاي مسؤولية دان إنتال إكتاي إيو قابك وحاوية عيال كاذم حقها سي تربية إسلامية أو صحيحة أو تربية لهيد أفول با أو مسلم أه إيو هوية كستو مسلم إيو أبا كستو مسلم أه وحو جعليا هاي إن عنقي سو حاوية النقضة عنق صالح أه أو سعيدة عنق وناكسن أو نولش سنة هبي كوها أو فرحسن إنه عنو جيس النقضة أي أباها يعني مقرته وأنا لبس فؤاد مهم وعه إنه عنو قاعد صالح هذا سعيد إن النقضة وعنوك فرحسن النقضة سعادة مركا أما فرحة دا وحوي أدون كمدة ذكي لوحمة تريسو وإنه عنو قاعد النقضة سعيدا في الآخر أيضا قف كفرحسن آخر ذي سي إمركو وحوي هادو أدي متيت أسكن أودي إنتو إن عنق هذا الجنة ذكو أركته، سببته وحفة إذا كان السمجرت عنق هذا دون ناجح نقضة ونجحه دون كان كون نجحه، دون كان وهابكوها آخرين وخساره، ساس درته أي وح قفكم مسلم كام والد كلا قد دونه يا إنه هلايلو فهمه عنق هذا محك تربية نساء عنق أساس ساري ربتيد محاوي هدف ك مح كلا هذا عنق هذا تربية دي محاوي هدف ك عنق هذا تربية دي كلا هذا وحوي إنا سو سارتيد عنوك صالح أو سعيدة عنوك فرحسن أو هبية أو هدنا محوها وناكسن أو قف نقي أو طيبة إنا سو سارتيد أيا وحوي ربتا طوبان صفة أيا جرت مركة أو مهمة إنا محوها عنوك قادي وكو سفوبه مركة عنوك ربتد إنا تربييسيد قابك إن شاء الله تعالى عيالك الله تربييه وكشكين دهنا لكن سيفوينك أو باهن هاي إنه عيال كذا محوها كتر بيوبان النقضان يهربنا إنا كشكين قيب كميدة والطوان سيفة مقرطي سيفة كواد ساقون أهيش يدعونك صالحة أو سعيدنا فرحسن أو هبية نو ليش يسي هبكوا آخر ذي سنة هبكوا إن شاء الله تعالى أدونك سنة هبكا أو صالحة دارت إنا سوس أرتيد عنك هذا وإنك كتر بيسيد على الإيمان إيمان آد أوجود بدن أو حق بدن أو وحو الباكور إماده إسكعيلين كرو وإنا كتر بيسد إيمان كعنق قلبي اسم قرطي سببتو شيء كلي أو أود أقوله جالن جي التحديات كم حوها وقت جهد عصر عن كجرنا أقول ذكر إنه كهر تجو إسك الدفاع وحوي قفك إيمان آد أوجود بدن له أرين كاسن وحوي تاريخ ذمرك على فيريو صحابة إيو النبي صلى الله عليه وسلم قابك أو تربيي أي أهد مقرطي وحكو تربيي نبي صلى الله عليه وسلم إيمان آد أحوق بذن مقرطي إيمان كحوق بذن وحو قفك وحاوي أسورت قلنا يا شهواتك شبهاتك محوها شياطين الإنس والجن يدون يعني إني قفك قلبي سكو شبان أو نوليشي سيكوري ريان أي وحو باور وهلايا أقود وهلايا إنه وحوي كهرتقه أو وحو أساقو الدوناي وحوي أو إسلام كان وحوي وافق سن أو كتابك إيو محوها سونا دا كل سن إنه كنو لاض ما أقو ذكر قفك إنه هيركاس جارو إلا مركو إيمان أد وأقود بدن ليهي أيو أقو ذكر إنه جالن جي تحديات كوك إيماناي ولسمي أمو كهرتقه مقرات واحد باتو كستو كور إيماناي أرين كاس مركا وأرين أد مهيم أو والد كعونو قدلي إنه كبرى رجل لدونه هو يذا يا أبا هلا بضوا إيمان قوية
كيف إنه ربي عيال كنا زده إيمانك هذا يعني قوي أقول لي كرنا وإنه إيمان دون إن شاء الله تعالى لكن واحد دوني إنه حوي صفده ربتيد إنه عنو قاعدوا كصوب بحكو سدوا نولشان أقول نول هذا وحوي وإنه إيمانك سو حوي قوي إيمانك سلسية هذيك عنو قاعدوا وحنا قنا يا سيدي محوها ورقد ميل دبل يعني له تاله ودين عمرك دبش وقو مادين عاني دبش وقادسة بدح يمدك أي مانتو إنه دبش أبو بيبنسة صوبته ميزان محوها عنو قاعد كتاج نادو مهستو عنو كلمة ها قف كستو مسلم وحال دونا إنه إيمانك ساسودي صوبته وشيء كلي أو قف كمحوها ويا الكرم محوها ميزان ويا الكرم علوس قف فضود أو بيبيبا يقف كا عنو قاعد ما نقول نحن قونا يقف ديو أو علس يعني سارينها ينقونا مركو إيمانك أود له لغو تربية صفة الله بعد أولا دونا إنا عنو قاعد لغو تربية وحاوي الاعتزاز بال يعني الإسلام قف كا عنو قاعد أما أذيقو إنو قاعد وإنا كو تربية سيد إنو إسلام كو كفانا ونصب شكت وإسلام كو نكفاني وحيالا هادا أنه وقتك هادا أنكو جرنا والله يابك لو حكمي ده cunugii inuu ka xishoodo inuu sheegto inuu muslim yahay inuu ku xishoodo inuu magacyadiisa waxa weeye oo fuul la sheegto magacyada inuu soo gaagaabiyo asagoo ka xishoonaya in la dhaamxo aha islaam ayaa tahay ama islaamnimo laga wariyo ma garatay gabadhi waxay iska xiyuubineysa iska ilaalineysa iyadana wax kasta oo islaam laga urin kara wiilkana sidii kale ma garatay taas markaas seeni u dhicin cunugaada waa inaa ku tarbiyeysid i'tizaz bil islaam islaamka waxa weeye ina ku faantid oo wax weyn oo lagu faano ina anigu islaam ahay magarata oo muslim qof muslim ahay diinteed islaamka ina ku faano ina anigu muslim ahay waa ina ku faano cid kale marka anigu gaarkayga joogto ama ani ila nool ama bulshada aan ku dhaxnoolahay shaqayga ma gelin anigu muhiimadeeda ugu weyn waxa weeye ina ilaahay ka raali yaani ka raali ka dhigo oo ilaahay muxuu aha subhanahu wa ta'ala wadadi uu igu tiragalay inaan qaado taas aan ani muhiimadeeda ama garata إلهنا سبحانه وتعالى وحيره ولله العزة ولرسوله إلهي أي شرف أي عزة ودن أي أسقنات أي رسول كيسا ننكي عزة أي شرف دون أي مركة أي أقود إنو هلو أي وحل قفانه وإسلام كم قرطي صفة داس مركة والصفة دا لدون أي إن عنو قاد كو تربية سي سيدا لو قو تربية يا وردهني هوريا أصول شيخنا إذن وحشيك دون إن شاء الله تعالى قاب كي عنو قاد كو درسين كرتا إنو إسلام قفانه وو أركه waxa ugu qaalisan uu heesto asaga inuu yahay magarata markala ilaahay wuxuu yiraahdaa man ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ya kawnaksunu daa ilaahi subhanahu wa ta'ala qofka muxuu aha amal salih sameeyay oo dadka hadana ugu yira amalka salixa ah oo hadana dhaha anigu waxaan ka tirsanahay muslimiinta qof ka faanay ma inuu islaam yahay magarata islaamnimadi ay ku faanaya umar ibn khattab nuhu yiraahdaa radiyallahu anhu ilaahi subhanahu jalla wa ala wuxuu yiraahdaa wuxuu nagu sharfay oo nagu darajeeyay nagu qiimeeyay waa islaamka haddaan waxaan islaamka ahayn sharaf iyo cizo ka raadinno ilaahay wuuna duleynayo yidhaahda ma garatay waa inaa cunugaadii wadadaas u jixdid adigana muxuu ahaa diyaar ah u tahay before intaana waxa way guursanin cunugaadii inaa qaabka ku tarbiyeyn doonto haddaa guursatid oo ilaahay markaas ciyaal oo kugu arsaaqo oo aana ogeyn markii hore gadaal waa inaa ka baratid sida ciyaalkaadi muxuu ahaa u haleeshid in muxuu ahaa tarbiyada saxda ah aad tarbiyeysid islaamka marka wuxuu doonayaa qofka islaamka matalay inuu noqdo qof qawi ah oo islaamkiisa ku faanayo islaamkiisa waxa weeye muhiim ay u tahay cidda muxuu ahaa asaga la nool ama bulshada uu la nool yahay ama dadku la shaqeeyo ha khilaafsadaan ha darbaan diintiisa ka soo horjeedaan fikraddiisa ka soo horjeedaan waxaasoo dhan dhig jalaq uma siinay qofka markuu yacni heesto shay aad qaali u ah oo asaga uu ku faanayo ma garatay taas darteed ayuu waxa weeye marka wuxuu isku dayaya qofkaas tusaale aad u qiimo badan oo fiican inuu ka bixiyo diinta waxaan barsan yahay qof walba oo muslim ah rag iyo dumar waxay u yihiin diinta islaamka tusaale tusaale wanaagsan marka booska aad taagan tahay waa inaad ka muujisid cunugaada waa inaad ku tarbiyeysid gabar iyo wiil mid ku noqdoba islaamka waxa u tahay tusaale haddaad iskuulka joogtid oo adiga muslim tahay adiga islaamka dhan ma tashaa haddaad shaqada joogtid waxa ma tashaa islaamka adaa muxuu ahaa suuqa joogtid waxaa matasaa yacni dadka muslimiinta ayaa matashaa waa inaa marka dhaqan aada u wanaagsan yacni dadka kula dhaqantidoo u muujisid magaratay haddee muxuu ahaa dadka kaloo adiga kaa duwan arrinkaas khilaafsan yihiin ama waxa adigu aad samaynaysid waxaana ahayn dadka ay samaynayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka wax ma saarin isagoo uuna awoodi karin adiga agoodaadii wanaaggii aad rabtay
وكسو بحذي سفادة ثدحاد أولاد دوناي إنا عنق وتربية وحاوي عنق هذا إنو النقوة صاحب مقدرة قف عود له أو باور أوله إنو كن غلاظم حوءها بلشدة هذا أنه على النولة يوكلا عنق كلا نحن ولنكر وجعلن جي أودي كرو إنو سك الدفاع أو جران كرم حوءها قف كفاسد كإيميت كصالحة إيميت كوناكسن إيميت كحن أو مركا كدبنا مركو وحاس أركا أو أخرية أو وفهمه كسو ساري كرم حوءها سلوشن أما النتيجين آد وناكسن أو مسلمين توحوي هل كان كنول أكو أنفعي كرو أصلاً نفتيس أكو أنفعي كرو وإن عنقي ساس لقو تربيي صوبته أوحو يعني استعماله يا مهاراتك أما سكيلسك وناكسن أو إلهي سبحانه وتعالى يعني أكو أرزاقي أي وحو أديك سنة يا إنو نفتيسي هقاجيو إيو ضدك مسلمين تهاني إنو وحوي يكو هقاجيو أي أديك سنة يا سفادس وسفادس تدحاد أو لدونا قفك مسلم كا إنو عنقي سكو تربيي عنق وحوي باور له أو سكيلز وحوي حوجن هستو إن عنق هذا وحوي ساس كتر بيسيد ويسيد وأسوي نفتي سو أنفع مسلمين تنا وأنفع سفلا أفراد وحوي عنق الله رب إن لقطر بيجيو وحوي إنه نقض عنق هم ما هنسر له إنه عنق نقضوي عنق هنكي سأد وقولي هنكي هاسيو يعني وح كينا أنت بدن والدك دلي ولي قد أصوه هن سركس شكينا أما ميل سر وحاوي تيك سناي أما ميل سرت تيك سناي ولي عنق مون أركين عنق هذا مركوا إنا هن سر وحوي كتر بيسيد سيدا هن سر لو كتر بينكرا إن شاء الله تعالى وكش شكين دونا سيدا لو كش يعني لو كتر بينكرا عنق هذا إنه هن سر يش سببته أه وحكيلي دون كل جوب بدل وحوي إنا هن سر لذا هاي إنا جوان أذق لذا هاي مقرت لبوا وصل الصعدة وأنا وحكيلي النبي صلى الله عليه وسلم ولباتن إيه شن سنة جود هذا كوبدلي عالم كم قرته شن لباتن سنة جود هذا ما قرته أيو عالم كلهم كوبدلي النبي صلى الله عليه وسلم محو حصل إنه سمي وحصل إنه وحو سمي النبي صلى الله عليه وسلم وحو لها هنصر وحو كلو لها محوها جوآن أدو هذا كم قرته أو قفك عزيمة له إلهي نوحو كوير هذا فإذا عزمت فتوكل على الله هذا مربع جوآن قرته إلهي تلا صار يكوير هذا النبي صلى الله عليه وسلم وحو صار صار مركز صحابه أما ضد وحو تربية جيل هنكو وآد أصريه محو أها قوان أذقنا له عنو قادة مركة وإنا سيدة سمي سيد أو كو تربية سيد هن آد أصره وإن عنو قادة كو تربية سيد إنو أصوك حنباري دون رسالة إسلامك قفك رسالة إسلامك إنو حنبارو ضدك كالا قارسين لها مسلمين تهقاجين لها ضدك كالا محوة ولنو ليهاي رسالة دان قارسين لها عنو قادة وإنو النقوة هنكاس وحو أباهي هاي مركة وحكستا أو كهر إيمان كرا أو طريقة سكور إيمان كرا أو تشالنج حباي عنق إنه كتلة بصدو هدو مركع عنق هنك صار ليه هاي قوان أدقن ليه هاي لبعتك استوكر مادة حس كده إنه كتلة بصدو سيدا لو قتر بينا إن شاء الله تعالى وكهل دونا سفاد الشناد أو الرب إنه عنق هذا كتر بيسيد وحوي عنق وحوي شخصية قوية في الحق ددو حاجرو حق آت أجعل أو حق محوها وحكى لأن كدور سنينين أو حقه وأرك إنه يهاي شيء كلي أو نولش يسمحوها آخرين سأدونك سكوبة بعد كرو لكن أجود يباور أمله إنه كوقن يمحوها ضدك ولنو ليها أما ضدك وحوي ولا تعامل هاي حقا محوها وهستو لما نوعي نقنا يا مرك حق حق إنه نقض إنه أصق إذا محوها أو حبل لو يدي سنة ضدك ولنو ليها إنه حقي أصق أوجد بيو أما هذا دتك محوها وير كسوق على نسده حقي ودفاع لها أما نفتس وسد دفاع لها ضعيف أيقياه قف كسوق على مركب عنق مركب سداسي هاي وحلقو بدل كراسي إيزي هم قرط حقي سأيو كتنازلايا دينتي سأيو كتنازلايا مبادئي ذي سأيو كتنازلايا لبسكها يحوي أو مسلم كهلقو قرنا يو كتنازلايا مجاعي مسلم كأيو كتنازلايا وح كست أو على مد إسلام كيني كرام الصورة إسلام إيه كم مقطه قفكي وكتنازلها محاكيني شخص ديس أيا ضعيف إيه وحلقة أقود بدنها يمركة ضدك كلا ولن ولا يكا أقود بدن سيو حلقة بدلها دقيقة ساس درتيد قوية شخصية قيمة بدن أيا لذا النبي قينا صلى الله عليه وسلم عمر بن خطاب مركو كشكينا وحير هذي مركا ودسو قادد شيدان كان وحو قادة وددك لما قرأت بقيتان وكبقى درتيد وحو كالو ليجر إله إسلام كوحاكوحو جسا بأحد العمرين عمر بن الخطاب إنك كأوحاو كلا ودي جري إله ولا بضل ميت كحوج إسلامك عمر إسلامك مركو الصهوق قالي وحبضا أيو بدلي مقرات تاسم حكيني سا
شخصية قوية جدا في الحق إنا قعون قاد كتربية سدوي أو حق آهي ستيد أن لبقين مقرد قف أن حقي سلبقين أو باور هست عنو قادي وإنا محوها كتربية سد مركا محوها يعني جامعة هدو لقاناي هدو شخيناي هدو محوها سكول لقاناي مساجدك هدو جو حق قف أن لبقين وإنا عنو قادي نقوه أو تربية ذا النوع عصو كلا عنو قادي كتربية سد صفة اللحاد أو مهم كأيضا وحوي وعنق هذا إن لكو تربية لو باهن يا وحوي عنق نفتي سكو كالسون آد أي مهم أتاي قف نفتي سكو كالسون إنا محوها سو سارتد محي كعاوين يسا قف كان نفتي سكو كالسون إنا وحوي سو سارتد وحي كعاوين يسا داتك أو بنانكو كو أركو إنا نهدو وحوي أيق أو متلين قريجي سو كبحي حق أيوتي قف مسلم أيوها سي وناكسن أو محوا أسلوب كإسلام كأيو اللي بسنا بنان كمركو أركو هادو نفتي سكو كالسونين إيقاب كأسق ويهي وحو هستو كو كالسونين وحو والبو بنان كو أركو ها فيعنا دانا ها حما دانا ويحي أيو قادنا عنقي لغن كيس أيو بدلايا هذا الذي سأيو بدلايا سعود كيس أيو بدلايا تركيس أيو بدلايا قابكو ودغم يجريو لن أيو بدلايا محاكينا يكاس مركا وحاكينا اضطراب نفسي يعنقا يعني هستا أو نفتي سكو مكالسونو wuxuu raadinayaa marka meel uu agood ka helo siduu muxuu aha naftiisa uu arkay in agood leedahay taas marka waxa weeye waxa ka maqan cunigi kalsooni buuxda naftiisa inuu ku qabo cunigu waxa la doonayaa haduu qamis wato inuu naftiisa ku kalsoonayo inuu qofka ugu qurux badan haduu surwaal iyo shaati wato ama fanaanad iyo surwaal wato inuu yahay qofka ugu agood badan ugu fiican inuu yahay waa in naftiisa ku kalsoonayo gaari xun haduu wato imid aad u sareeyo aad u qaali haduu saaran yahay uu wato waa inuu noqdo same magrat inuu bedelin sababtoo ah nafsiyadiisa iyo shakhsiyadiisa ayaa mar walba wixii ka agood badan tahay waxyaalaha kale oo banaanka nooga imaado haddii guri noqoto haddii gaari noqoto haddii lacag noqoto haddii shaqo noqoto iyo positionka qofku istaagsan yahay haddii noqoto muhiim ah kaas waxa ka muhiimsan qalbigiisa qofka maxaa ka soo butaacay maskaxdiisa maxaa ku jira magrat cunugaada marka waa inaad saa ku tarbiyeysid haduu position sare taagan yahay haddii mid hoos u taagan yahay labada waa inuu same dareemo inuu naftiisa kalsooni aad u buuxdo uu ku qabo taasna waxay ka caawineysaa inuu noqdo qof muslim ah oo aad u xoog badan oo mujtamac lagu nool yahay agoodi kara inuu ku dhex noolaado oo muslimiintan uu anfaco naftiisan uu is anfaco dadka kale aan muslimiinta ahayn uu ku qanciyo wuxuu asaga haysto ma garatay taas way mid kale doonayo in muxuu ahaa la soo saaro sababtoo ah qofka shakhsiyadiisa aadka agood u leedahay oo muxuu ahaa naftiisana ku kalsoon dadka kale saameyn ayuu ku sameynaa laakiin asaga saameyn laguma samayn karo laakiin qofka hadduu naftiisa ku kalsooneyn wax walba oo ka hor imaado ayaa saameyn karo bedeli karo waana dhibaatada ugu weyn wadamada markaa lagu nool yahay laga sheekeeyey magarad cunug dhan oo la rafaaday oo naftaada garab dhigtay oo noloshaada ku bixisay ayaa wuxuu ku soo baxaya waxaan adigu aana diyaar aan u ahayn markuu weynaado sidaa ka rabtay sidaan ahayn ayaa ku soo baxay iyo cunugaada ku arkaysaa markaas adiga dhan madaxa qabsanaysaa qalbi jab ayaa kugu dhacay niyadda ayaa kaa dhimanaysa markaa kadib warbalba waxaa naftaada ugu sheekeynaysaa maxaa faa'iido ah haddaa ciyaalkan muxuu ahaa tarbiyadooda habeen imaanin waxa weyaan ka shaqayno hadhowna ee mirahooda iyo saas noqdaan taas waxaa keenaysa markii hore haddaa waalid tahay cunuga maxaa ku tarbiyeynaysaa sifooyinka lagu tarbiyay ilmaha inaa ogaatid ayaa muhiim ah qaabkee lagu tarbiyeyn doonaa insha allahu tacaala waxaan dhahnay waa ka hadli doonaa arrinka toddobaad oo muhiimka ah waxa weeye in cunug lagu tarbiyeeyo cunugan inuu noqdo nin muxuu ahaa asagu mar walba u taagan inuu dadka kale tashjiiciyo oo dadka kale muxuu ahaa dhiirigeliyo oo dadka kale muxuu ahaa khayrka ugu yeelo waa sifo aad u qiimo badan sifadaas cunugaada haddaa ku tarbiyeysid sifadaas ama asagu uu sifadaas la soo baxo wuxuu awoodi karaa dadka gaarirkiisa iyo eriyada uu ku nool yahay ku nool oo dhan inuu bedelo ama at least uu ka badbaado muxuu ahaa dhibaatada banaanka ugu imaan doonta sababtoo asaga ayaa wuxuu dadka ku tasjiicaa oo tashkiilinayaa wuxuu aaminsan yahay oo qalbigiisa ka buuxo iyo maskaxdiisa wax ku buuxo inuu asagu bedelo ma garanta adduunka hadda ku nool nahay waxyaalaha ugu weyn oo dadka lagu bedelayn waxaa weeye dadaa system sameeyey systemkaa markay dejiyeen waxay sameeyeen muxuu ah qaabkii waxaan dadka looga dhaadhicin lahaa qof weyn oo muslim ah ama rag ama dumar ah ayaa maanin cad meel cidla laga qaadanaya ma garatay oo waxaa la dhex gelinayaa meel mugdi oo madow ayaa dalaq la siinaya sababto sida loo siinaya maxaa weye
قاب كلو استعمال لها إيقاب كلو دحقل لها لأن أي سيستم كلو دجي ولا برت مقرد شياطين الإنس والجن إلى يوحي رد يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول هبين إيمان واستربية أديق مركا وحالة دونها يا سيدة دادكا سيشالنج يتحدي أولوك الشيد إن عونك هذا أديق أن كتر بيسيد سيفوين كا وقبحي كارو ودن كان أن كون نولا يعني ودن مدى محوة غربية سيدو أقول نولا لها أقول إحبيحل أقول إحبيحلها هدفك مركا أهدك أسرية وحوية هبا دير هذا دور ربو إنو إلهي كرا لنقض عونك هذا وإن تاس كتر بيسيد سببتو هدو ما أنت إنو بحو oo wuxuu dadka ugu sheegay ama dadku wuxuu wanaag u sheegay in dadka qaadan waayaan haduu muxuu ahaniyadiisa inay maskaxdiisa saas ay u dhisneen bari uu iska daynaayo magarta bari markuu iska daay uu daalana oo loo iimaanaaya tartiib madaxa laga qabsanay hal mar la qaadanay adoo cunugaad la qaatay ayaa arkaysa meesha uu galan haduu saa ugu soo bixin kartid waa adkaanaysa magarta taas markaa waxa weeye la doonayaa in cunugaad ku tarbiyeeso sifada kala oo muhiimka ah aad muhiimka ah wili waxa weeye in lagu tarbiyo cunuga oo sideedaad waxa weey cunug gaad waa inuu noqdo cunug mar walba solution raadinay magarta oo xal raadinay oo aan maanta dhan cabadinin magarta oo shakwa imaanta dhan aan sheeganin oo dhahay dhibaato dhacday keenay dhacday inta ka baabaan mushkil maxaa sameyn kara ma no cunug gaad waa inuu ku tarbiyeysid inuu asaga solution raadi maanta dhan sida wax loo xalin lahaa waa arinta ugu muhiimsan weey sababta waxay ka caawineysa noloshiisa dhinac kasta haddii diin qoto ka caawineysa haddii adduunyo qoto ka caawineysa هذا آخر نقطة وكعوين إيش سوت وعون كتر بيسن مر والبين وأساق الراديو حل وأديق أنا حل الرادين المركز وإنه مر والبأساق وتاجين هاي سدوا حويه مشاكل كدباتوين ككار إيمان هاي سدوا حل أجوه لها وإنه أساق الراديو هدو كل إيمان مركز أساق وكل إيمان دباتوين كساجرو عون المركز ولا شيء كان كرتا ولا هاللي كرتا حل وأديجين كرتا مجرد لكن مركز هربا وإن حقها adiga ku tarbiyeysid tarbiyadaas magarad oo cunugii uu arko inuu asaga muxuu ahaa mar walba xalkeen karo taasna sidee lagu tarbiyeeyna insha Allah ta'ala waka hadli doona insha Allah ta'ala mida sagaalad oo loo baahan yahay cunugu inuu lagu tarbiyeeyo waxa weeye cunugaadu waa inuu noqdo nin geesi ah magarad qofki geesiga ah waxa hadda aan ka soo sheekeynay magala sifooyinka ka soo sheekeynay waa inuu noqdo qof agoodi karo inuu tatbiiqo magarad oo muxuu ahaa practical u sameeyo هذين نقطة محوها اعتزاز بالإسلام لو نقول وإنه عنو قاد جيسي هاي إنه براكتيكال كإسلام كسامي مقرات أو إنه كبقين عندنا كبقين أو عندنا كحشونين أما لو قدام عيسى هدو الشيخ محمد أنا قليل هدو ده بقول قف هذين مش في الدان إسلام مهين وإنه كفان إنه محمد يهاي مقعيس أو إنه مقعيس قرنين إنه مسلم هاي إنه نقرنين وإنه كفان كر وعنو قامر كأديق على لقاعة بهاي هاي إنه محوها كتر بيسيد وبرتيد أرينكاس inu geesiya oo aan ka baqeynin muxuu aha khata sababto in badan oo ciyaalka kamid ama dadka kamid waxa way mushkilada intuna wixii sameeynin ay wuxuu ka baqayaa natiijada ka dhalinayd oo baqaya marka meeshu maanta dhan fadhiya wadankan hadda aan joogno dhalinyarada weyn xataa markaan muxuu aha wareystay qaar kamid waxyaala qaar kood oo noloshooda hadda ku hayo dib oo rabin inaan sheego hadda waxa way waxa kamid arrinkaas kamid waxaan dhicin ayu ka baqaya inay dhacaan ma badiin wixii wuxuu leeyahay waxaan ka baqaya arrinka waxa seenay dhacaan ama dad asaga lamid ahaa oo gaararkiisa ku noolaa oo saaxiib ay ahayn iskuulka isla dhigan jireen ama isla shaqeyn jireen ayaa dhibaatada soo kala ku dhacday wuxuu ka baqaya marka inay dhibaatada iyo kala ku dhacdo taasna waxay kamid tahay waa yaas ee suu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala ilaahay inaan malaxun umaleysid iyo islaamka wax aad ugu fogaa samay ilaahayna tala saara subhanahu wa ta'ala adigoo ku kalsoon waxa kugu dhacaya ilaahay hore ay kugu qoray magaratay cid ka wareejin karto ma jirto laakiin adigu waa tashanaysa dad ayaa tala weydisanaysa kadibna tala ilaahay tala saarinaysa subhanahu wa ta'ala wixii markaas kugu dhaco waa khayr cunugaada marka waa inuu noqdo noocaas oo kale magaratay oo aan ka baqin waxyaalaha muxuu ahaa dhici lahaa waxaa laga yaabaa inay wahmi tahay waxaas oo waxaan jirin tahay haw qofka iska dhaadhiciyay haddaan aniga wax maydow meeshaas yaal caaw dhan ka baqo oo waaga markuu bariin qori meeshii ama geed iskiga yaalay noqo waxyaalaha aadka u badan nolosha kamid ee kamid tahay oo dadka muxuu ahaa noloshooda ciriir geli in badana waxaa la doonayaa marka inaad tahay qof geesi ah oo qaadan kara wax la dhaho mubaadara in miqdaam wax walba ka hor imaado waxay leedahay markaas yacni markay waxaan taagan yihiin markaas solutionka iyo xalka aad raadin karto waa ka soo sheekeynay
إن عنق هذا النقض مد محوها سو حلك هذه لكن وإن عنق هذه نقلين عنق فلية أو أنت أبو وحيد دعين كبقايا ما قرأت وحيد ندعى ماشى سوس كفدي وبقايا سببته أرين كاس أكود عضي وحيكود عضي ريب بني إسرائيل سورة المائدة وإلهي يقول شكي سبحانه وتعالى قوم كاس إلهي حكير هذه وحق الشان مدينة دي إني لقوا ترجل ما قرأت مباركة هذا قشان وحير هذا إلهي سبحانه وتعالى دجال حتى إذا دعين أي قبصان إنسان وإذن كامش لو ريجسان وحيك دهين موسى عليه السلام وحتر اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون أذق ربك وحيك دهين موسى بح أنه هل كان فديننا واي ودي ذن سببته وحيدين إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وحمد دينا سكجر دهين داد آد وأقود بدن أو باور بدن هدان أنه قلنا نحيدهين وكبقينا مقرت ما نقلنا ولا قيد مقرت إلا أيقو إيكا صبحان إلهي سبحانه وتعالى أدونك إكونك أبوري أي وحكو لي فإذا دخلتموه فإنكم غالبون هذا قشان ورينيسا أرنكا محاق أرسي أرنكا وحاق أرسي فرعون سودو مضحا أقوتاقنا وقومي السنة وقومي السنة أي وحاق كبابا أذي عنوكي حوها قفكي وحاق يعني قشيق فليني ما أيكو للاطم قرد وحا نفتي سينقوتي وحوال بو وهرتي ستاقين نكبقو أرنكا سمركو أرن آد خطروا وإن عنق مركز صفات سكوتر بيسيد إنو نوحورتي ستاقين كبقين أو صفوين كوحاوي لو ترقلي إيو ودوين كلو ترقلين أو قادة مقرط صفات التوبانات أو قدام بيسو لو باعي إن عنق هذا كوتر بيسيد وحاوي ألا يستسلم بسهولة أمام التحديات عنق هذا مركو جالنج كهر إماضه إنو نصفوذ سكو ديبين وارما آتك وخطر سن مقرط إذا دوحا أركيسا فارس أها مثل الجبل دقح بور وكلها يعني أن أدو أذك لكن مركو جالنج يردعه هريوس كديبا يعني دينتي وكفض ذا السنة وحدن صلاة دو تكون جري صلاة دو كتغا يديقا بدي حجاب ودي جرت حجاب كويس كديسا هدو دينتي كفعنا دينتي وكتغا وحو البقو جالنج وعيريري ديبا تكوري ماذا سد دقيقة دا يوس كديبا يا مقرات تاسنا وارين آد آد خطر كذا لما قرات صوتو كل ما قفك محوها إلهي سبحانه وتعالى وحو قرانك إنه قشك صبرك كل ما قفك صبرك سيراده كل ما سيئزي اسكو ديبو نقونا قفك قفك مسلم كمركا وحالو بهاي هاي إنو عنوك يسكو تربيه إنو نسديبين سي سهلا هاي سديبين ديدال إلا نفط هذا ما يشي قدن بيس إقارس ديدال صابتو إلهي وحي رادي قرانك إنه قشك في سورة عنكبوت لابا آيدادو كالدوين أيدك وهذا سورة يكون بلا بنس إلهي وحيرة ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ذاتك موحي أم وذاين إنا دهن أنه إلهي أن يرميني كدمنا لما فتنين امتحان مدعي ولقوا امتحان معي وحوال بو يعني ولقوا امتحان معي حتى لقوا امتحان ومركم يسدي بيسا مي وحال الدوني إنا محو أحد داش انتكو داش إلهي وحكر هذا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين مركز إلهي وحير هذه جهادان والددالان ووقتك وبحيان وإيه صبران ودوينك دوها الله فرعي إلهي سبحانه وتعالى أرنك سياروي إن شاء الله جل وعلا إنا إذن لو ذاقو بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير وحنك هذا دونا إن شاء الله وتعالى مرها سو سعوتو قاب كيم حوها إيهالك الله تربيه يا سفوينك هادانك سو شكيني سيدي لوغو تربيين كرا إيو والدين تنت ميقي قيبه وكالبحان إيو سيدي محوها لو كنترول نفط هذا محوها مركز عيالك تربيين يسيد ee asaliibta ee isticmaala ee waxyaalaha muxuu loo adeegsado in ciyaalkaada tarbiya saxii lagu tarbiyay jazakumullahu khayran kathiran wa ahsanu ilaykum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.